بصوت هذا الدعوة ديال برامج كا بقالها إسلام كا وبرنامج أسبوع أسبوع لا أو إنك جاي ماذا تيجي كلسن حرمت يسدح وكل هاي المقالة ده جروين برامج كا بقالها إسلام كا وبرنامج أم الجليج بنك عمل كان ترجمة يا حديث كنبي صلى الله عليه وسلم أها نق حل العن وحد نقنيسا قف دعدي سلا أقبله برامج كا بقالها إسلام كا وبرنامج عبرية يميل هذا بنكي أمل إيه إني بلشوه كلا براتو جناع سجى حلاشة يومت كحارنتا هذا بدعوة ذي كلا صعو برامج كا نقالها إسلام كا خميس والبا ليه هذا مخرب نوا بكي ساعد ده جيس كأفر كأي تاي تيجي كلسن كورا صادر صو وحي سؤال أقبته يكوس أفسد نقالها إسلام كا إيوه وشي سيدا جناع سي أي بنكي هذا إسلام كا أي فليان إيميل هذا إيو تلفون هذا شاشة دك هذا مغلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصة دوان الدعوة ديال الملك سواء جوكتاني سيكا استواء نو الدعوة نيسان أما نو دقي سنيسان برامجك نقالها إسلامك وبرامج اسمه على سوء المئنك لماذا؟ تفيق كالسان ومرق ومرتكو يهي دكتور أحمد جامع إسماعيل مري لتليها لك الشريعة بنك أمل برامج كان أقال إسلامك وحمال قلي بنك أمل برامج كما حقصة قادرنا مواضيع ذا اللي حررته تقالها إسلامك وحنو كهذا اللي حوالي دي أحكام تيذا وحن كهذا اللي إستثناء سلامك مرابحة وشاركة إيجارة وحاسو من بانو كهذا اللي حلقة ذينا وحين كوصة صنان دونتا وحلو يقانو إن خطاب ضمان أما كفالة أما سكا دون لنو اللي ترف قرانتيقة وحلو يقانو أو ما ركتي إن لا تعلق بكي مارت البنكية الله تعامل إياه دكتور أحمد إسماعيل مرأة ينكسر دوين إياه دكتور أكسره وبرامج كاية قيمة ضدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين سأب افتاحي بهذا كالثنتي في أدباد ما سنتهين وحي إنومر السياح القدي هراء ألقى ذا البنكية أي فليان بأنه كل شرني وحاكاً كوريي إلسيقة عم اعتماد مستنديقة إن خضارة الضمان ينوى أديك كلاو وبنقيدو أي بحيان إن ملك اللقيحو حالي لهذا وتعهد يطلب من البنك بناء على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ معين أو قابل التعيين للمستفيد والقد وقريو بنكي جو بالانقادة إنه العق سين أيوه عد كفى لسان العق تاس وحكوب بحنا يهاي طلب كريم أو عصي كريم كاستمر معميل وآ بنكي إن ليتر في جارنتي أما خضاب ضمانك وكل ويا هاي إلسي إنه كرسو هذا اللي حلقدي هرة إلسي جو حوها كان بني جودها تشوجا ودي بدك كضل بني أنا كان وحوي ان قفله كاستمر كا ايو درف كلا اما دينا كلا بهش سدح مريا هشيس انت برن وحو نقدا وحليل مقاولات كا وكلا او عند كاستمر كا ابا اما كمبني اما دولته وحي كلشين سا اني افلسو ان الشقه افلسو مقاول كمان تصور مقاول حسبالهم حلقه ودا مقابل كواين وإن لاقبتها وال بسم يا وحلام إذا ونوكرة أي واحدة سول يا بالتوريد واحدة بدل لقى كينا يو كا نوكرة إن مركب هالشيء لاقى لي قف كاستمر أو بنك جم عميل وهي ولاقى لي لنا كلا أو آه واحد لاقبته لفريو بوحو ضب بحنا يا بنك جو كاستمر كان جلي هالشيء كا إنه كفالة قط يلاهدو إن لعقتها إلا أنت على لعق معينة طبعاً كون بغل كون لا بغل أو كون مليون حدود تانوت أو دولار أنا جا مثل لا بعضه سينا إنه هدبل ما هي كاستمرك
waxa loo qoraya marka cida uu customer kan bangiga la macaamilay cida heshiiska la galay baa bangigu u qoraya marka waxa ay u eegtahay LC ba u eegtahay laakiin waa maxalli yani waa local customer kan cida la galay wuxuu dhama waa local een waana kafaala qaad oo bangigu kafaala qaadanayo qofkan lacagta looga baahan yahay iyo lacagta lagu hubsanayo inuu awood u leeyahay inuu mashruuc caafiyo baa bangigu leeyahay awood buu leeyahay anaga cadeynay hadii loo baahdana waa bixinayna marka waa wadqad damaanad wey waa wadqad damaanad oo bangigu bixinayo oo damiinadayo kafiilka siinayo ciddii aan lahaa customer-ka u siinayo ciddii wax kaga xiran yihiin markaas loo qoriyo marka la qaxo marka waa sidaas wey ahamiyadeeda iyo waxa yani muhiimadeeda taa way caddahay waayo ciddii macaamilaysa kalsooni bay u baahan tahay marka dawladdu mashruuc bixinayso ama kambaniyadu ama hay'aduhu bixinayaan waxay u baahan yihiin ciddan ay siinayaan kontraktka iyo muqaawilka inay ku kalsoon yihiin ciddan awood leedahay waxaan fulin karto haddaan dhaqaale lahayn wixii ma qaban karto inta badan waxay soo daayaan ama dawladda ama hay'aduhu waxay soo daayaan lacagta mar dambe mashruucii ama la dhameeyo ama meel la gaarsiiyo ama qayb qayb ba u soo daayaan marka inuu kambanigan customer-kan awoodle inuu wixii bilaabo oo ka shaqeeyo oo kada baa bangigu caddaynaya inuu damiinka yahayna uu tilmaamayo sifada sharci ahaan marka cilaaqada u dhexaysa bangiga iyo hadeeba idmahayo customer-ka waa kafaala wey ama waxa weeye damaanad wey damaanaduna waa damu dhimatin ila dhimatin ukhra yacni meeshii laga doonayay customer-ka inuu hawl qabto oo laga doonayay inuu lacag sii bixiyo bangi wuxuu u geynayaa hadeeba ballanqaadsa ballanqaadka ciddatan hawsha fulinaysa ana hawsha waa kulikada mas-uul baan ka ahi wey oo wixii looga baahday lacaga ama xadka intaa la eg ee lacagta markii loo baahdana ka bixinaya wey marka marka la qeexo taqriiban waa saas wey doctor marka markii aad fiiriso LC-ga iyo ictimaadaadka sanadiyaha la dhaho iyo khidaabi damaanaadka ama letter of guarantee-ga maxay ku kala duwan yihiin? Waxay ku kala duwan yihiin marka koowaad inta badan khidaab damaanku waa local waa maxalli si fiican oo kambani gudaha jooga iyo customer hadday baidmahayo gudaha jooga baa bangigu uu u qorayaa warqad uu leeyahay customer-ka annaga ka damiin ah marka labaad LC-ga inta badan waa alaab dibadda laga soo dhoofsanayo oo customer gudaha jooga uu dalbanayo kambani ama shirkad banaanka joogtana laga dalbanayo oo waxay gelaysaa iib iyo hadday baidmahayo soo dhoofin iyo hubsasho alaabtina soo dhoofin iyo wax noocaas tanna waxaasoo dhan shaqo kuma lehe waa warqad caddaynaysa in bangigu lacag intaa la eg uu bixinayo oo customer-ka ka bixinayo oo siinayo cidda warqadda u qoray marka wax ka kala iibsiyo waxaa maaha waxa weeye customer-kan iyo hay-ad ama dawladda ama kontraat ka dhexeeya customer-kan kontraat la siinaya marka wixii dhaqaal looga baahdo maada bixinayna wey laakiin alaab la kala garanayo la soo dhoofinayo midna sheeganay midna ma aha waxaan isleeyahay qiyaasahaas bay ku kala duwanaan karaan axkaamta lafteeda dee sharcadu kala duwanaanaya oo hadda khidaab damaanku waa kafaalad wey bangu waa damiin laakiin xalqada hore waxaa nagu soo tilmaanay ictimaad mustanadigu intaasoo baab oo ka mid a shareecada inuu geli karo baabkii shirikada baabkii muraabaxada baabkii kafaalada baabkii wakaalada watan hore iyo xitaa baabka mudaarabada ilaa shan baab aynu soo tilmaanay in ictimaad mustanadiga axkaamta geli karto laakiin kan axkaamtiisu waxay isugu imanaysaa inuu yahay baabka kafaalada iyo damaanka oo keliya si fiican doctor waxaanu yidhi khidaab damaanaad waa kafaalaha marka kutubta hore marka loo noqdo kafaalka ilaa ku qoran mise khidaab damaanaadka goormaha waxaa laga yaabaa taariikhiisa ahaan ama xilliga isticmaalka eregan kafaaladu isagu waa yani waa mustalax qadiima oo hore oo haddee ba idmahayo kulta fiqiga qaarna kafaalay yidhahda qaarna baabu damaan bay yidhaahdaan iyada lafteeda qayba qayba ahoo haddee ba idmahayo kafiil ilmaal iyo kafiil alwaji iyo fuqahaadu yacni qaybo u kala leeyihiin oo kafaalada iyo damaanada ma isku mid baaba kara laba waa waxa weeye
وهذا الدقيق والدير فقط كنت المامان كتبت هذا لكن خطاب ضمانك هو شيء عصب وعقود نوازجها عصب هذا كم شيء باهدا جناسي يو كنترادد أكل جل يعني نعيده كذا شيء وين وبنك جلوه بهذا إنه حوتيو ما كا خطاب ضمانك واحد أو كتبت قرب عين لكن وحوز جل يا باب الكفالة فوق هذا كتبت هذا وشجع يحوز جل يا وما كل أجي نوع أوي هاي وبنك إنه ضمانة قاضي العقل ولا بهذا كاستمر كأنه بحرين ما كا باب الضمانك وهوس قال ضمانك هذا الشيء له وضم ذمة إلى ذمة أخرى قف كم العقل اللي يدوني بنك وحليه العقل اللي يدوني أنا ولا يدوني كره إلا بعض الأمور بحنا يوم لك لما دي الذمة اللي سجيني سفي عن جزاك الله خير دكتور مركل في ليو شرع عندنا فهمتي أبي غني وطاه وحمد الله وحكس سكر له إن له ليو ما رحتي من اللي هوس كيوه مركا قولك بحق لي هاي دكتور أيسر بس مثلا هذا ما صنته هاي أرنتي وسؤال مهمة شرع إسلامك وحسودك الله سبحانه وتعالى وخالق كونك كونك أبوري أق وحكي استو كونك كبع دونا باهك استو إيمان دونتا وحول بصدا يكون سبيهين أو كوكو ميهين مركا الله سبحانه وتعالى شرع كاملة وسودتشي وحوادثته يا دعدوينك عالمك كبع يا إلا قيامها كتاب يشرع كفالونيسا يقول سودتشي شرع الله سبحانه وتعالى قال نسي عبد وطاوت ويما قال القواعد قد بودتشي فقال الإسلام يقول مركا كب لنبيل قاتي نصوص كتاب السنة ووحي دتشي أحكام فربنا وأي قيبها نلاش ولا ندشين وفقه جمال كاس وجوده ثلاثة أحكام تاسي ما مركا وحي مادة لو ميزامية لا نواي ماي وحك استوى يمادة وحك استوى دعاء نيل نهوز كيو يا ده بين ما هي باب لو قياس قاتو لما واي وأنا ميزدة شرعنا لا رهاي وشريعة خالدة وشريعة وارثة والله سبحانه وتعالى لي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والله سبحانه وتعالى ما فرضنا في الكتاب من شيء كتابك حقيقة ما نتيم بالله سبحانه وتعالى يهدي دين تودي كامل يلي ونزلنا عليه الكتاب تبيانا لكل شيء وحانه بسوا دشنا محمد الكتاب بس واحد والله بسوا عظيم مركا وشرعنا كامل كاه إن استيعاب الشريعة أما هذا بعد ما هيو أي كهل اللي كرتوا حكم سين كرتوا وقصتا واحد دليل أتهاي شريعة لني إن كتمن الله حقا أحل بأب هذا بإن ما هي كون كمامولة الله حق سين كتمن حق تهاي وحي الله تهاي كما كاسيت المامسة جزاك الله خير دكتور خطابك خطاب ضمانك معقودة قابل الإلغاء يا مس عقودة غير قابل الإلغاء هنا يعني لك خلك خطاب الضمان ك واحد اللي بحبه استجيا هذا بعد ما هيو باب كضمان كي يكفاله ذا هذي مركا إن وبنجي وكفيشو أما ضمين إنه كي هاي تلمامه كاستمر واحد كل فرنسا هاي إنه مدو قبطية إنكل ده معين هذو قبطية ولا مدو الجديه ده بالجديه دي وحي لما يروح لقبها لما بحينية أما العج حددا أنت إن جالس يسمع الضمين كجاي أنت بقى وسو سحب باري يا مركا كوح نانس وحي كبر دي مدر الضمات مثلا هدي العج تي أي نافته أنت وبلان قاضي دي اللي قمنا مركا والتزام وبنج وسو سكو لازم لي إنه قبر أيه أنيق نوع عاص أو إنه كفيل كياي أما ضمين كياي كاستمر كا أنت سو سكو واجبي بين اللي قولي هذه مدرية دمات صبرك دي من السبب من غرسها هذه أبي بهن ما هيو أو أي حد كده أفصل عقتا هاي لو ترى جري هي أنا كما بعض من كبر كبقي جوا حكتا هاي لازم لكتها من كان كستمر كبر كلاقيه كستمر هو كبر حكرا وإن غير كلام كده ضامه وأران كلا أنا هو ضمين كذي هاي ده وكذا أفتون رأني إسكا هذا أنا واحد هذه بعد ما هيو ما ملني عدي هذه بعد ما هيو لاها أدب إن ما هيو لا ضمارة قاضي مش هذا سنة يلا وفصيح كذا بس وانا كرتاح وحام كذا باهن نهاي
ما جرتوا حنا كنا باهنا هاي ما جرتوا أنا قال لهم عاملنا كاستمرك وقعد مع صمتي وأوران كرا بس حاجة ما كان يقف في ريو جهاد بنك بيسوق ما يلغين كرا أدو مددي يلعقتي وملاقى على كل واقع ما كان سالي كرا لكن هذا بعد ما هي جهاد الله بلغ هذا وكان سالي كرا وأوران كرا وحي مركزي وكافت الناس كده جزاك الله خير دكتور مدام خطأ ضمانات مع الاترف كرانتيجا وهي باب الكفالة حتى مميزات كما خصائص عقود ضمانات كسجود محاب ما رحت وقع وحيالي لقعت هاي وإن قفك وقال لي ضمانتها وسؤال في عمس الافتاح كفالة يضمانت وحي كم يتهي عقود التوثيقات عقود الشريعات وحي يغيب سنتان صدح خاصة عقود المعاملات المالية عقود المعاوضات عقود التبرعات عقود التوثيقات مركا وحي هوسك ليس عقود اللي يدهدو وحبال وحو تشني مثلا وقب وحكا ليب سدي وحو باهضي قف وحي يبيع والعاكتي دب لو كان دولا وحو باهضي ضمين كان لو كما قان العاكتي بحي وحو باهضي رهن العلال كاهي يوحي لمدا وحيابها سبتك وحي كفالة الوستق يسا عقودة يعني عقود التوثيقات وحكم ماذا خصائص لدي أحكام تيدا إن على قوة قادم كالين لعق هذا قف ضمينته لعقو ما قادم كرتين هذا قف ضمينته لعق كما قادم كرتين تم حريقة يا دكتور الليتر أوف كرانتيغا أما خطر ضماناتك بقي وحل عقو قادم ماي وحكو قادم كرا التكلفة الفعلية فقط وكو قادم كرا العقد إدارية فقط لكن كوميشن كو آدن أما بالسنتجهان كو حيران العقد بحين دوني بنجو كفالة قادم بحين دوني لما أقرأ ماذا هذه أدو كستمر كي تهي وبنجو تكتوت لهذا مقابل الله قال لي حكومة الله قال لي إن شام عبد نسو إنجينير ما نهي يقرا ملاء مالي يعني أود العقل إن الله هاي وبنجو العكس يتعل أما يقول لإذوكو وانت الله بحالة بحالة سأرد بكو غري وقد خرشو حكومة حيا قد الدير وحي ما يارد هاو شابان قو قراني تاول لو قلي ودسو بداري لينا لكن وحا الله أقولين ما قالوا باهان تهيين لغو باهال كيييو ولغو قرو بقل كنو كلا إنان 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 إذن كهلي كروال كانوا باهضو يعدي لغو قرى دولة وإذن بقل كنو والعاق بدن وان برسان تمام كنو نفانينا تقريبا وحن قلنا الساعة طوان كن وطوان كن مئة وبرسنت بيواب وبالكي وكن دولار كن دولار والعاق فرب بدن تاسو كده ما بنانا كميش النوع عاصل لما أقلا لكن السوم إدارية وحيار ورد على قرية إيو خارج الكوبا حيي وحن عاصة ورد دولار سلحة عفو الشان دولار سبان دولار وحن عاصة كبادة كريمة فلا يدبعا حسابي ياشا وحن قرانا إياه شروطه وكحرك على دكتور بقي ومعملك وإيمال ومعملك كلها خطاط مالي قرى letter of guarantee قرا بنجيب شروط متكسن كرا يعني إن يعني وحيسو انترست هذه نية على عقد هين إن شروط كرا فائدة وأبقي ها ها مايا وهي ضمان كلامه وقال وقرض يقول كله ضمان الدني وحي كان سنة ساعة ديك استمر كل عقد بحيه وهي بقي منه بحيه تؤول إلى القرض يعني وحي كون تقول لي سامح هاي إيه بقول العقد أما هي كاستمر ما كأحكام في قرضي قال يلقفتها كل قرض جرى رفع فهو هذه بس ما هي قاعدة دي ما كستو سوتشي دائن نفعي نف واربو ما كفالة دني وحلو دي ذي اللي هو قاطع مش قاعد وبن هو قاطع وحوي قرضي بي كو انتو هو لسا أما كل ما لسا وهذه كستمر كل عقد بحيه ويا بقى بلا قاعدة بقى بحيه يسمى بقى يكب هي أما هي كستمر ما ك إنه كو قاطع فائدة نف كلا كو هلا ما أقول لكن waxa la ogol yahay kharashka yar ee ku baxay warqad qoladeed wax la mid ah oo idaariga ah kharashka maamulahan waa la qaad ka yani bangigu interest kaliya waa ihsaan fal ihsaan fal wi yani waxa la diga ya kafaladu ay ka mid tahay min baab ihsaan oo safi ah taasoo fal mukabidhiin la ogol inuu qaato wax lacag safi aan waxa khasaayis waxa kale oo ka mid ah khasaayista bangigu wuxuu ka mid yahay uqud al-amanat waxaan lahaa damaan ku ka mid yahay عقود أمانة يكمل هاي
هدي مركا تعدي ودعو يهدين بإن ما هيو إن حد جذب يوحنا من هذول العمر يعني إذا الضمانة قاضي مقدو وحي فكر عبان قال لك دوني ماي يوحي لهم إذا وحكي من خصائص تيسة عقود النوع عن ضمان وحكي من سنة الماني عقود عقود توثيقات هالشيء هذا دوس على ما هالشيء كاس ما هذا كان والله ماني يعني كونترات بعض قارتي دون لك قارتي بقي ما كوك في شيء سفيان أما كضمينتي كونترات كي العكس وبحسي وين ضماتي ضمين ذي وين ضماني ضمين كينا وين ضماني هذه الفلوسو إحدى جات دوني أما بقى العكس كاب هما بحسي وحوي ضمين لما ذي وين ضماني سفيان بقى تقريبا عقود داس ضمانكو خصائصها أي لذا جزاك الله خير دكتورة. مركب بروسيس كلام رأيي خطأ ضمانات لقرأيي. أطرافت أما دنعيرة وحكوا هالشيءية. أنت أطرافه يهرب. هذا هو صدق أطرافه وي. هاي. معمل كان يكستمر كان دوني اللقرة والغضة. هي بانجيا. هي جهادة هالشيء كله أحمر يكستمر كا هي والغضة لو أدني الله بلان قاضي العكاس. يمكنك أوبا هذا الصيني صلاة رفوي. مركا طرف كهرة لوا طرف كاستمر كي دين عاس العقدة لوا بلغ على الصيني يو. يسكر الحين أنت بلغ في النقطة مقاول أما كونترات إن كاستمر كان يوفدين يو جهاد أما حكومة أما واحد أما واحد منا مخدر عنو عاس مخدر نسمات من هذين بين ما يحيبان الصبلا يجري حال ما أقول بمن انتصينا هاي وحالنا هاي هدال أو كان يوحنا بدأ وحالنا هاي شغالها كم بنجينا نصينا إن هذا بعد ما هي أديك عافمة هي وحلا بدأ ومقاومني مركا وحكرنا هي كاستمر كجهادة وقد لغرح لوب الله قاضي أبو عقد مقاول أبو عقد توديد توديد كل حوي سنكون هذا الشيء جي وحيا ما إن أديك اللصيو أو مثلا انتظر لو صار صار لا يجري وحلا بدأ أما كمبلغ اللوكين على القلب دي بدل اللوكين يوحي لنا على كل حال على غير كذا حيسا كاستمر كيجي هذا العطل بلن قاضي وهي شيء كونترات أحمر هي وآه إنه فلنا كاستمر كوف فلنا يجي هذا قريب طلاب وكاستمر كي بنجي جاء وحوي وعطين شيء إنه وضمانة بنج وضمين كنا غنيا في الكنا غنيا كاستمر قيب سد هذا وبنجي يهدب إلما هي عدة العقل بلان قاضي على غير كذا حسب نقول التزام يعني بنجي يقول إنه سكوا جبيه العقل إنه عاص إنه هي قلبا ما كي أباها إذا هو صدق عرف صدق لا عرف من والبا أما الله ذيبا على قدر النوع جونية عمر كاسي صفة قارب كل شرعة مك برسيس كتلاوي كل ورب حكم إذا دكتور إن وحكم برسيس وحكم إذا كم النقضية ما تبدأ وين هشيش شراء كذا حياة كاستمر كي يعدى لغور يو وتبدأ خلاص ضمانك هشيش كونترال جناسي تاسو عدن تاسو تشيلين يبان هو عدو بلان قال يعني كم حياة مثلت ما لا بعض وين كاستمر كي يبدأ بنج أو يبدأ كذا البلا وده وضد نوع عاصي يغرى تلاوض صدحات وحين قال إسا يبان هو فيو بلنقات كي أو غد أنتو قرا ومركه قرا جهادي يعني نعي عاتل بلغادي كده من مركه وحكل غاضي شدي بقى ما نسا يروح له المال جزاك الله خير دكتورة غطاء إخضار ضماناتك حق بحنت العقد سجل انتبه قيمة قبل ستة سبعة صوب بحنيه كاستبر كل عقد الله جاب بحنيه وأنا أقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان 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 وحان كدر وليا هدي أن كاش دي سيوايو شاركة أن كله يكن بني هبل عدد سنواتنا هايست وحان نقول كرتا أوراق تجارية معنى دي هاي تشاقة وكالة هي سندات ورافشة وكالة وكينا ولهذا رافشة هايستا
marka aad u baahatan waxa kala baxaysan akoonkaga iyo xilabi wuxuu noqon karaa hanti uu leeyahay kastamarku inuu ku daboolo oo hantida dokumentigeedi yaadid ah guriya ah wax la mid a hantida inuu ku daboolo oo dhaa dokumentigeedi waa kale marka loo baahdo iyada hadaga oo curaan bay marka noqonaysa rahan bay noqonaysaa marka bankigu xaqiisa wuxuu u ilaashanayaa wadooyinkaas ku ilaashanaya si fiican jazaak allah khayr doctore waxaa isweydiin le doobi sharciya khidada maanaadka doobinta laga rabo maxaa weeye marka ay adraftu gelayaan waxaa laga doonayaa marka koowaad bangiga iyo iyo haddee baydmahayo cidda ka faa'idaysanaysa khidaab damaanka cilaaqadoodu waa waa damaanad qaad yacni bangi wuxuu u damaanad qaadayaa cidda warqada u qorayo lacag intaale inuu siin doono markay u baahdaan cilaaqada ka dhaxaysa kastamarka iyo bangiga laba mid bay noqon kartaa haddii kastamarka lacagta uu bangigu ballan qaaday haddii kastamarku uu bangiga dhigtay oo kawisa taallo iyadoo dhammaystiran dee markaa bangiga waxba ka bixin maayo haddii accountka kastamarka lacagta bangigu ballan qaadayo haddii account kastamarka ay ku badirtaba oo ay taallo warahan camal ma in la eg maa bangi wuxuu i warqad wuxuu qoray 10 kun baan ka bixinaya kastamarka wuxuu u qoray xukuumadda 10 kun waxaa ku jira accountka kastamarka ku jirta marka kastamarka bangigu ma damiinan lacagtiisii buu hayaa laakiin wakiil wuxuu kaga yahay inuu u gudbiyo marka ay u baahdaan qoladaas lacagta si fiican marka cilaaqada ka dhexaysa kastamarka iyo bangiga haddii bangigu ka bixinay lacagtana waa damiin haddaanu ka bixinayna odeeda ay u taallo lacagtu accountka kastamarka kule ee bangiga lafsa ay taalana wakiil buu ka yahay ee damiinkaba ah si fiican taa macnaheedu waxaa weeye hadduu damiin ka yahay commission ma qaadan kara bangigu allahuma ilaa rasuumta idaariga keliya mooyaane yacni adeega yar ee warqadda uu qorayo wixii kharashaan ku aada mooyaane haddii laakiin lacagta u taallo kastamarka bangiga oo kumisa ay taallo bangigu damiin maaha waa wakiil wakiilkuna wuxuu qaadan karaa maxay mushqaayad ba qaadan karaa wakiil buu jira noon kara commission caadi qaadanaya oo la eegi maayo takalufa alficiliya iyo kharashka dhabta ee ficlan ku baxay warqadda qorayo waxaa la eegi maayo intii aadba kaga heshiiya marka qaadanaya si fiican marka labadaas qaybood bay noqon karaan maruu kafaala iyo maruu wakiil noqonaya saas wey xidhiir ka dhexeeya kastamarka iyo bangiga laakin xidhiir ka dhexeeya bangiga iyo cidda warqada loo qorayo isagu waa damaanad wey waa damaanad wey laakiin kan isaga iyo macmiilka iyo bangiga ka dhexeeya maruu noqonayahay marna wakaala buu noqonaya marna kafaala buu noqonaya goruu marka lacag ka qaadan karaa macnihii lacagtii u taallay kastamarka accountka bangiga khitaabka damaanka lagu qoray ee layidhi jihadaas saddexaad waa laydin siin doonaa waxay u egtaa ilaa muddo ooli doonto masalan waxaad ka soo qaadaa aduu kastamar baa tahay xukuumaddaad u dhisaysaa jaamicad maal hal milyan doolar ku kacaysa halkiiba waad haysataaba bangigeena taala bangigeed soo dhigata inta aad waddo jaacad dhismeed waxa laga yaba in 6 bilood qaadato sanad qaadato halkan milyan yaalla bangi ku yaalla bangigu istifaar ugu samayn kara maalgashi ha ugu samayn kara marka waxay noqonaysaa in heshiis kale oo bangiga iyo dhex mara kastamarku uu meesha jira maxay ah in lacagtan ay ku shaqeyn bangigu ku shaqeyn kara oo mudaaraba caqdi mudaaraba lagu saleeyo caqdi mudaaraba lagu saleeyo bangiguna uu noqdo mudaarib kii shaqeyn ku shaqeynayay kastamarku noqdo rabal maal qardiga oo xisaab jaari oo kale ma noqon karaa dabcan wakaalada kama noqonaya kartakan waalaakin waxaa ujeeda wuxuu noqonaya investment account buu noqonaya xisaab istimaari baa la wareysay hadduu yaalay ama lacagtu ay taalay account current account ah waa laga bedelaya waxaa loo wareejinayaa investment account
si loo cabdi mudaaradu ugu asa waayo kaarka akoonkiisa waa qarsi caadiya waa amaahiyey bangiga markii doon laga qaadanayo marka haddii ay ku heshiiyeen lacag shaqeysha la siiyo waa loo bedelaa akoonka account istismaari soo kaarka akoonti yaalla subaga kuma shaqeysan karo maya waa in laga bedelaa bangigu dabcan hadduu ku shaqeysto kaarka akoonku waa amaah la siiyey bangiga marka wixii ka soo noqda bangigaas kale xalaqadeenni aan kaga shakaynaynay caawa letter of guarantee ama khidmad damaanaad waagadawadayaal intaas waxaan kusoo afmeelaynaa xalaqadeenni aynuu kaga hadlaynay warqadaha ay bangiyadu ay qoraan oo ah warqada damaanada ama letter of guarantiga inta badan bangiyada iyo macaamiisha ay maaragta wada tacaamulaan waana cilmi runta aad iyo aad loogu baahan yahay dib waxaad ma daalacan kartaan bartaan facebook ku leenahay bangiga amal amal bank iyo youtube-ka iyo twitter-ka intaba su-aalihii waxaad ugu soo gudbin kartaan emailada iyo telefoonka shirkadani ka muuqda intaynu xalaqada lamida aanu ku wada kulmi doono asbuuca dambe intaasiyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka dhaqaalaha islaamka waa barnaamij asbuucla ah oo idinkaga yimaada tv-ga kalsan xaruntiisa dhexe ee uu ku leeyahay magaalada garoowe barnaamijka dhaqaalaha islaamka waa barnaamij uu maalgeliyey bangiga amal kana turjumaya xadiiskii nebiga sallallahu calayhi wasalam ee ahaa noqo xalal cun waxaad noqonaysaa qof ducadiisa la aqbalo barnaamijka dhaqaalaha islaamka waa barnaamij cabiraya himilada bangiga amal ee ah inay bulshadu kala barato ganacsiga xalaasha ah iyo midka xaaraanta ah haddaba daawade kala soco barnaamijka dhaqaalaha islaamka khamiis walba lixda maqhribnimo markay saacadda geeska afrika ay tahay tv-ga kalsan kuna soo dirso wixii su'aala a qabto ee ku saabsan dhaqaalaha islaamka iyo heshiisyada ganacsi ay bangiyada islaamka ay fuliyaan emailada iyo telefoonada shaashadda kaaga muuqda